مشاهدين ومتابعين قناة جي اي اس فور وي، تحياتي لكم. الدرس السابع المرحلة الأولى تعلم ار جي اس بثلاثة مراحل. في الدروس السابقة تعرفنا على واجهة برنامج الارك ماب والأدوات الرئيسية اللي موجودة في هاي الواجهة. إضافة لذلك تعرفنا على طريقة إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية جي داتا بيس والحقول الفيلدز وأنواعهم، وأيضا تعرفنا على قائمة الإديتور وعلى الأشرطة الموجودة في هذول المناطق. وهلأ راح نبدأ بالشغل الحقيقي، لكن قبل ما نبدأ ضروري نتعرف على أهم مصادر للبيانات داخل الأرك جي أس، وراح نحكي عن ثلاث مصادر من خلالهم نقدر نبني قاعدة البيانات وراح نكمل عليها للدروس اللاحقة. أهم ثلاث مصادر للبيانات في الأرك جي أس، في عنا البيس ماب، خرائط بشكل عام شو ما كانت أنواعها، وعندنا صورة جوية نقدر نعملها أد ونضيفها على الأرك ماب. أول مصدر من مصادر البيانات داخل الأرك جي أس عندنا البيس ماب. عندنا البيس ماب موجود عند الأد داتا، طبعا إذا ما كانت مفعلة بيكون الجهاز غير متصل بالإنترنت. اما اذا كان الجهاز متصل بالانترنت والبيس ماب مش مفعلة، نروح على هاي المنطقة على الارك جي اس ورايت كليك تيست كونكشن ناو، اضغط عليها، بعدها بنرجع على الارك تجينا هاي الرسالة ان الارك جي اس متصل بالارك جي اس اونلاين. اول بيس ماب نقدر نضيفهم، نقدر نضيف الصور الأقمار الاصطناعية والشوارع وهكذا. أيضا في عنا من الأرك جي أس أونلاين نقدر نضيف أو نعمل بحث على منطقة معينة ونضيف لنا اللي بنختارها. مثلا هون نكتب رام الله، يظهر لنا كثير خرائط وصور جوية وأقمار صناعية خاصة لمحافظة رام الله والبيرة. هاي 2009 2014، عندنا 2018 صورة جوية نقص عليها نعمل اد. بما انه الامر بتعلق بالانترنت فراح يكون في عندنا سرعة او بطء حسب قوة الانترنت. انا هيك نزلت صورة جوية من الارك جي اس اونلاين. بقدر اقصها هاي الصورة سريعا، مثلا اعمل جي داتابيس سميها ساتلايت، اضيف جواها فيتشر بلاس اريا، نسميها المساحة اللي راح نقتطعها من الصورة الجوية. ضفنا طبقة موجودة عندنا، نعمل ستار إديتينج عليها، ستار إديتينج بعديها على كريت فيتشر، نرسم مربع معين، نعمل stop editing yes، نروح على ال data frame اللي احنا شغالين عليه في table of contents، right click properties وعلى data frame نختار من هذا الخيار clip outline of features اسم الطبقة اللي هي area، اوكي apply، غير السيمبل نجعله
هيك احنا اقتطعنا جزء من صورة جوية. اذا عندنا طبقات للشوارع، طبقات للمباني، طبقات للقطع، نقدر نرسم نعمل قاعدة بيانات بكل اريحية. هذا بالنسبة لأول مصدر من المصادر الـ RGS اللي هو الـ Base Map. أما بالنسبة للمصدر الثاني خرائط بشكل عام، شو مكانت أنواعها؟ يعني مثلا ممكن يكون خارطة لصورة حوض، خارطة لمدينة معينة، لدولة معينة، لمجموعة مدن، لمحافظة مثلا. إن مثلا صورة حوض، إن بقرية سردة الحوض رقم 4 اللي عملنا له إرجاع جغرافي في الدرس الثاني من تعلم RGS بثلاثة مراحل، إن هذا الحوض رقم 4 وإن اللي بحده حوض رقم 5. نعمل شفافية للحوض رقم 4. بعد ما نعمل إرجاع جغرافي لصورة حوض أو لخارطة، في عندنا مثلا الحدود بين الأحواض، صور الأحواض مش راح يكونوا متطابقات 100%، لأنه زي ما اتفقنا إنه هدول عبارة عن مسح ورقي مش ميداني. عشان نطبق هدول الأحواض لازم نستخدم برنامج جلوبال مابر عشان نطبق الأحواض على بعض قد ما نقدر. احنا راح نطبق هدول الأحواض سريعا على برنامج جلوبال مابر على أساس انه يصيروا الحوضين حوض واحد. عندنا مخطط حوض تم عمل إرجاع جغرافي له، وعندنا مخطط آخر حد المخطط الأول تم عمل إرجاع جغرافي آخر له. لكن بما انه المسح ورقي فصور المخططات الاحواض الاثنين غير مطابقين على بعض، لذلك يلزمنا استخدام برنامج كلوبر مابر لتطبيق هذه المخططات لسهولة عمل قاعدة البيانات. اولا نختار صور المخططات، بعد نختار المخطط الحوض اللي راح نعتمد عليه ولكن الحوض رقم 4، والحوض اللي بدنا نعدل عليه نعمل له شفافية. تمام، إن هاي المنطقة. إذا الحوض رقم 5، الحوض رقم 5 بدنا نطبقه على الحوض رقم 4. رايت كليك على الحوض رقم 5 ريكتيفاي، نروح على المنطقة. تمام، بهاي المنطقة نختار نقطة بداخل المخطط رقم 4 ونحركها على المخطط رقم 5. نعمل add point، اوكي، apply. هيك احنا طبقنا اول نقطة. نفس الطريقة نختار نقطة قدر الامكان، شو بنقدر احنا نطبق ونعدل يكون افضل. يعني هيك تم تطبيق حدود الأحواض قدر الإمكان. هيك بس بلاي أوكي. الحوض رقم 5 رايت كليك عليه، عفوا رايت كليك على الحوض رقم 5
بعدها بنعمل له اكسبورت، نختار الصيغة اللي هي ECW فايل، نحكي له اوكي. وهون نختار جميع الصيغ، بعدها اوكي، بعدها نختار ملف الحفظ وليكن صورة 05، نعمل سيف. بعد الانتهاء من الحفظ نذهب الى الارك ماب، ان حوض رقم 5 تم عليه تعديل او تطبيق على حوض رقم 4، نعمل له ريموف، نعمل ادات على الحوض، طبعا في عنا اكثر من صيغة، احنا بنختار الصيغة الـ ERS، نلقي نظرة، بنلاحظ انه هون صار في تطابق قدر الامكان اكثر من اول، هيك احنا بصير عنا مخططات احواض متطابقة على بعض، بنقدر نعملهم قاعدة بيانات جغرافية ونبلش عليها شغل. أما المصدر الثالث من مصادر البيانات داخل RGS وهو الصورة الجوية عالية الدقة ومناسبة لإنشاء قاعدة بيانات الخاصة بالدروس القادمة، سيتم رسم الشوارع والقطع والمباني والمناطق وإدخال الداتا على الطبقات، والداتا راح تكون افتراضية بهدف التعلم. في نهاية هذا الدرس يجب التنويه أنه تم شرح 3 مصادر فقط، وسيتم شرح مصادر أخرى في الأيام القادمة، أهمها مصادر البيانات من المسح الميداني، ويتم فتحها من خلال ملفات الأوتوكاد. وشكرا على المشاهدة. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.